معلش أنا أعتذر لي الرسائل اللي فيها طلبات مالية. اشترينا شقق بالشارقة ودخلنا السنة السابعة وما سلمونا، ارحمونا الله يرحمكم. والله طويل العمر هذا بما يتعلق أكيد في مشكلة معينة، وين ما انتشاري يا طويل العمر في مشكلة معينة، هذه المشكلة يا تسجيل العقاري الله يطول لي عمرك خليك، أو المحكمة تسجيل عقاري إذا عنده عقد بينك وبين البائع يا طويل العمر. هاي الأمر هذا بسيط، ما بعدنا نحن يا طويل العمر نحن نقدر نتصل في الجهة هذه، هذه عبارة فيها قضايا يا طويل العمر ومشاكفة تسجيل عقاري الله يطول لي عمرك خليك. أيضا هني يقول أبو عبد الله من العين، فالك طيب يا أبو عبد الله. أبو عبد الله يقول نظارة غير نظارة ما بزين، فالك طيب ما غير نظارة. الله يخليك. أبو عبد الله يقول حلوة ما عرفنا لك. لا لا لا. يقول أيضا إيش يقول زين. هاي قرينا رسالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شحالك أبو راشد؟ الله يطول عمرك خليك يا أخي. معك خليل اتصل. يا هلا وسهلا. نعم. والله بس متصل قاعد أدور شغل. أريد مساعدة لو حد يقدر يساعدني، يعني صار لي 13 سنة بالبلد. أها. صار لك 13 سنة ما تشتغل؟ لا لا اشتغلت طيران العربية طيران الإمارات. شو طبيعة عملك؟ مضيف جوي. مضيف جوي اشتغلت في العربية وطيران الإمارات. طيران الإمارات زين. أيوة. والحين يعني لو في أي مساعدة يعني حصل شغل بس والله. زين شو مؤهلاتك شو؟ عندي ثانوية عامة وأتكلم فرنسي وإنجليزي. يعني الإكسبرينس التجربة بما الشغل الحقي كانت في الطيران يعني. ما أشوف قال إذا حد طلع بيشغلك إن شاء الله عند مكان لك وظيفة ولا شيء فالك طيب من عيوني. إن شاء الله. يا هلا وسهلا فيك. ما تقصر. في حفظ الرحمن حياك. يا هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا وسهلا. كيف الحال أبو راشد؟ الله يطول عمرك. جورج حبيب وياك، شو أخبارك؟ حياك الله يا أبوي. كيف الصحة؟ تمام. الحمد لله. اللهم تذكرني. أنا صديق البرنامج ترى، دائما نتصل عليك. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله أبوي. أبو راشد ترى عندي موضوعين أبغي أكلمك فيهم. أول موضوع يا أخي ومتأزينا وايد موضوع العزاب اللي في دبي في سكنات العوائل يعني. نعم. في البنايات ترى طبعا في الشارجة يعني تعرف اليوم أي بناية فيها عزاب على طول أي بلاغ بيجوا بيسكروا الشق. نعم. فطال عمرك احنا ساكنين في بناية صار لي 18 سنة، البناية هذه كان إيجارها 60,000 اليوم 200,000. نعم. فطبعا يعني ثلاث أضعاف وبرضو بنجدد الإيجار، بس ترى طبعا ما كل واحد بيقدر يجدد يعني بمئتين ألف. اليوم البناية فيها كل شقة 40 واحد. بناية عائلية ساكنين عزابية. أقول لك بناية في وسط ديرة عند المرقبات. نعم. يعني في أحسن مكان في دبي. وعمال مش هقول لك على إنه ناس موظفين، عمال مال مطاعم مال هذا ساكنين. طال عمرك والله العظيم لو تشوف الفيران الواحد كأنك انت ساكن في بيت شعبي. لو تشوف الفيران كل واحد اكبر من الثاني، يعني شيء صراحة ما عارف اقول لك ايش. فهاي القضية انا بصراحة مرة من المرات اتصلوا فيني مال البلدية، كلمتك مرة وجوم وشافوا
وبرضه نفس الشيء يعني يا ابو راشد، يعني فشو رايك انت تشوف يعني بنايه انت ساكن فيها عندك زوجتك واولادك كبار، واحد يطلع لك بالسروال، واحد يطلع لك بالتيشيرت اخر الليل، شيء يعني ايه، بس ام خالي شوف، في قانون اظني في بعض الاماكن ممنوع سكن العزاب، إيه؟ ما ادري، هذه بنايه عائليه كانت عائليه، هو اذا شوف هو بعد شوف خالي، اذا بعد واحد مثل ما تقول عزابي وساكن مثلا واحد اثنين اوكي، بس تقول لي عمال وكل شقه ساكنين فيها 20، هذا اعتقد ممنوع، مو ب 20 40 لو شرط، اعتقد 40 انا بطلع من لا 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 صادق تعرف ابو راشد يعني شيء لا لا ان شاء الله فالك طيب يا ريت والله يا ابو راشد، يعني انا ممكن تحت الهواء اعطيك رقم الموبايل مالي وزين، وهذا الشيء الاولاني. الشيء الثاني كان انت لا تشكر الخط وبياخذون رقمك، لا تشكر. طيب في برضو يعني موضوع ثاني كنت فضل عايز أسيره فيه، في جاي تيكس الأولاد راحوا وهذا، فكان في أوفر مع الشركة وهذا يقول لك والله تشتري لابتوب يعطيك تذكرة ويعطيك موبايل، تذكر الموضوع هذا؟ والله هو في عروضات بس هذا بالضبط روحه هذا ما أذكره. زين فالمهم فالأولاد يقول لك، قلت له يا حبيبي اشتري 2 لابتوب زين في تذكرتين، يعني اللابتوب صار ببلاش صح ولا لا؟ هيك الواحد عليه تذكرة. أيوة كل واحد عليه تذكرة. مب على الشراء مثلاً تشتري أي شيء يعطونك؟ لا, لا لا لا. على كل لابتوب تذكرة سفر. تذكرة وموبايل هواي هذا الجديد. زين. زين فالولد راح يشتري 2 لابتوب. قلنا والله تذكرة يعني جاي طيران الإمارات. حصل تذكرتين وحصل 2 تليفونات بعد. أيوة هذا مع الشركة إيماكس هذا. إيماكس نعم. أيوة المهم فجينا نشتري نقطع تذاكر. زين. قال لك أعطينا 3 بلدان. محدد. أي بلد؟ يعني لا اختار 3 بلاد من البلدان اللي. زين تخيل أنت وزوجتك مثلاً تبغى تسافروا، واحد يروح الهند واحد يروح القاهرة مثلاً. لحظة شوي. الحين مثلا انت عندك تذكرتين انت وزوجك، واحده لك واحده لزوجتك. أيوة. ما يصيرون تصيرون نفس البلد؟ لا لا مش لك في 3 بلاد واللي مو متوفر بنعطيك اياها. هذا عندي موجود انا اللي انا ما اتكلم ده هو عاده العروض ما اتكلم يعني لا لا هو استاذي العزيز عاده العروضات تكون بالطريقه زين ايه كويس، بس هم المفروض هم يفهمونك المفروض هذا اللي بايعك يفهمك يقولك تعال يا طويل العمر، ترى اقول ترى هم هني ما يفهمونك، هني مثل اللي يوهمونك المفروض. أيوة. هم الان ترى يا ريت لو هذا الشيء يعني واحد زوجته تروح الهند وهو يروح مثلا باكستان مثلا القاهره مثلا بس التواريخ مختلفه. يعني يقول لك هو على حسب الاش ترى مثل شوف خلي هذه عاده مال عروض استاذي العزيز. أيوة. هذه مال عروض تذاكر العروض. أيوة. المفروض هم يفهمك يقول لك تعال يا طويل العمر نحن بنعطيك تذكره على كل لابتوب تذكره. صح. ولكن التذكره هذه محل ما وين ما تتوفر الوجهه. أيوة. مو بشرط انت اذا اخذت مثلا 10 لابتوب انت. صح. وانا مثلا عندي 10 عيال. أيوة. اخذنا 10 لابتوب مثلا بنعطيك 10 تذاكر وتروحون انتم مع بعض مثلا تروحون المانيا لا. أيوة. ممكن واحد يروح باكستان واحد بنغلاديش واحد سريلانكا واحد في المانيا المفروض يفهمونك بالطريقه. أيوة. هاي لانه عاده عروضات الطيران معروفه. أيوة. الطيران اذا يعطي اوفر ويعطي عرض مشاركه مع اي شركه طبعا. آه. هم شارينه. كلام جميل. هم شارين هذا الشركه شاري ولكن شاري العرض رخيص. ايوه شاري العرض المهم رخيص. إيه؟ المهم يا ابو راشد بعدين وين صرتوا اهم شيء اسمع. فقدمنا ترى وبعدين ثلاثة تواريخ وثلاث بلدان زين وطلع شرطه الجواز وحط المدري شو في البريد ويبعث واتصلوا فيك وهذا. لو شاري تذكرة أرخص لك. والله ويا ريت لو جات التذكرة في الأخير. آه. قل لي سافرت ما في ولا تذكرة وكله كذب. كله كذب. وين الدائرة الاقتصادية من هذا الشيء؟ أنا بعطيك رقم موبايلي يا أبو راشد. زين فالك طيب زين. ويا ريت الدائرة الاقتصادية. لا لا لازم نتواصل للدائرة الاقتصادية. وبناخذ عنك اسم الشركة. جايتكس يعني صراحة يعني بأمان أنا بكلمك جد يعني الرجل قديم في البلد الحمد لله يعني 35 سنة كلمتك قبل يعني لا أعرفك ريال أعرفك بس أنا يعني أبو راشد يعني الشيء هذا لا وهذا حق بعد يا طويل العمر أنك أنت بعد يعني الآن حتى في سمعة لابتوب واحد طويل العمر حتى هذا حتى يضر بسمعة جايتك طبعا أنت المعرض يعني الجاي مثلا إذا سمعت عنها شيء بتقول لا أخوي لا لا لا
هذا اللي قصوا علي العام وبتقول لي انا والثاني والثالث بالضبط، هذا يعني يبقى ما في مصداقيه. مضبوط هذا الكلام سليم 100%. يعني اهم شيء المصداقيه تكون في انواع البرامج المشتريات. يعني بعدين احنا ما تعودنا مثل عالمي يعني معرض مثل هالمعارض يا طويل العمر تكون في دش شركات بالطريقه هذه، يعني بالضبط تضحك على الناس بالطريقه. لا كلامك سليم 100%. فتعرف يا ابو راشد، فياريت يعني اي شخص من الدار لا فارق طيب من عيوني موضوع السكن هذا الأربعين واحد السكن. انا مستعد الحين السكن خالي الحين ما ربي يتصلوا لك خلاص، ويا ريت بس يعملوا شيء يا ابو راشد، يعني مش يتصلوا لا ما يهمك لا ان شاء الله. يعني والله اثبت لهم ناس يعني عمال في مطاعم ساكنه ب 200,000، هو انت جارك يعني انت راكب انت وزوجتك تعرف الحين شو يسوي داخلين لك ثلاثة هنود، تعرف شو يسوون خالي؟ ايه يأجرون، شفت الأسرة متعددة أيوة. الطوابق يأجرون داخل الشقق يأجرون بالسرير خالي. أيوة فوق وتحت 500 والله 500 في دبي؟ إيه لا ما ظني خالي، ما ظني 500 في دبي، في عمان عندنا ب 500 لا في 500 تصدقني بجد، حتى السائق مالي قال لي سير شو رأيك أسكن عندك في البناية، تخيل يعني أحسن لك عيال مدام السائق عندك. والله يا ابو راشد صدقني بجد، يعني برضو يعني واجهه يعني بناية قويه واحد كان يحلم يسكن فيها. لا بعدين هني الان من ضمن الشروط حتى وزاره العمل والدائره الاقتصاديه والبلديات من ضمن الشروط يا طب العمر توفير سكن للعمال. طبعاً انت ما دام فاتح مشروع وتتكد من وراء هذا المشروع ما تعطي الناس بلاش انت والبلديه تغاضى عنك لهم، وشكل البني ادمين انت تشوفهم يا اخي والله العظيم يعني ما سوري يعني في كلمه، يعني في ناس منهم كانهم هاربين، في ناس منهم يعني وين هذول كيف ساكنين 40 واحد في شقه في بنايه فيها 52 شقه في 40 كم ما شاء الله. ايه والله يا ابو راشد انت عايز تتفرج على البنايه يوم الجمعه بعد الصلاه اتفرج على البنايه، انت لو ريال اطلع بشقتك عالم واقفه صوابير تضربون على اللفت اظن. ايه والله ثلاث لفتات يعني شيء اقول لك يا ابو راشد الفيران صدقني بجد والله لو تشوف الفار مثل الدجاجة. ما دام تقول لي يشتغلون في مطاعم كل واحد جاي وياه كيس أكل بارسل شيء يأكلون وشيء يعطون الفيران بلاد نعمة. والله. يعني القطو يعني يخاف من الفار الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تبعك القوية. الله يعزك مرة طويل العمر عندنا بيت قديم عند متحف عجمان بيت قديم وايد. تعرف ساكنين هذا واحد مستثمر بنغالي ماخذني. مقاطعنا مسوينا حجارة كذي ومأجرنا على الله باسمه ومأجرنا بس المنطقة هاي ما ممنوع يعني لأن كلها عمال عادي يخاف يسمعوني البلدية بندون عادي يا أبو راشد لو مكان بعيد المهم في حاطين أظني ما أدري جايبين كرسي قنفي كذي ما أدري وين لاقطينه وحاطينه في الحوش في النص. مرة جيت وكان مثل هالوقت والعام الأول مثل هالوقت يعني الدنيا بارد شوي شرح الوقت هاي جيت يا طويل العمر الضحى يعني تقريبا على الساعة 10 كده زايد قاصر وتعرف حتى الإنسان يحب الدفوة في هالأجواء هذه صح. لقيت لك يا طويل العمر قطو أنتوا تقولون كديس قطو والله يطول عمرك وفار بتشمسين على نفس القنفة يعني صاروا أصحاب الحمد لله في هالبلد هذه ما عاد الله باسمه حتى القطو حتى الفار مستوي سيامي ما بلا القطو سيامي أظني قطو فارسي لأن في شعر يعني شوي الفيران يا أبو راشد يعني متربية على نعم خالي نعم إيش قاعد الفار مثل الكديس زي ما تقول الحمد لله والله أبو راشد فياريت يعني ياريت الموضوع هذا يكون عمي الحين أصبحت موضة بعد خالي إيه والله يشترون الفيران من سوق الحيوانات ويربونهم في البيوت إيه شان ريت أنتي مثل القطو مثل ناس تربي حد يربي فيارين اختلفت الدنيا يا أخوي والله والله أبو راشد هذاك اليوم الساعة 2 صباحا كنت نازل رايح المطار نعم صدقني واحد طالع من الشقة ماله لابس وزار ومن فوق ما لابس شيء شو هذا شو تعرف فيك سي برونزاجي يمكن يا ابني صدقني جد يعني يا ريت يعني ابو راشد لا ان شاء الله لا فالك طيب الموضوع ان شاء الله الحين بيتصلوا لكم الدائرة الاقتصادية بعد ما نتابعوا وياهم ان شاء الله وما بيقصروا يا ريت يا ابو راشد لا تشكر خالي لا تشكر خلاص معك الله يطول عمرك يا حفظ الرحمن يا هلا وسهلا فيك حياك الله يا ابو عبد الله الله يحفظك الله يطول عمرك حياك الله يا ابو عبد الله ما قصرت جزاك الله خير طبعا هني تقول يا طويل العمر
هاي ام احمد بعد عنده مشكله. ام احمد تقول هني اصلا حتى التذاكر اللي تصدر عن طريق قناه عجمان تعطون حتى تذاكر من صوبنا، نحن ما عندنا، نحن اذا ما المساعدات نعطيهم تذكره ما نشتريها لمشره. هذه ما ادري اظني سابقه خبرينا شو الموضوع. تقول حتى التذاكر اللي تصدر عن طريق قناه عجمان كلها كذب، يوم تروح تاخذ تذكره يخسرونك اكثر من قيمتها. اتصل بقول لك كيف ربحان التذكره. فالك طيب ان شاء الله، فارق طيب ان شاء الله. هذا يقول البيوت الشعبيه ما فيها فيارين، هو ما بقصد البيوت الشعبيه، انتم يعني هني هو اللي عاده الاخ شو يقول البيوت الشعبيه يعني اللي في الاشياء اللي في الاحياء الشعبيه، شو قصده؟ ما بقصد البيوت الشعبيه، احنا الان هذه ما عادت اسمها بيوت شعبيه، اسمها البيوت الحكوميه، البيوت اللي تبنيها الحكومه ما عاد اسمها بيوت شعبيه، هذه من زمان مسمى شعبي، الان هذه منازل حكوميه. فقصدي الحبيب اللي اتصل ما كان يقصد يقول لك ان في فيارين مثلا في البيوت الشعبيه، لا قصد يقول او قصد يقول يا طويل العمر الاحياء الشعبيه. شكرا ابو عبد الله، حياك الله يا ابو عبد الله، الله يخليك ويسلمك. عندي مشكله مع اتصالات. عندك مشكله مع اتصالات فالك طيب، علي طرش رقم الاتصالات خليهم يتواصلون اياه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ هلا الغالي، كيف أصبحت؟ الله يطول عمرك. الآن الحين عاد وقت الغداء. تفضل يا طويل العمر. الله يحييك. عبد اللطيف الغاضبي، حياك الله يا أستاذ عبد اللطيف، يا أهلا وسهلا فيك. كيف الحال؟ عساك طيب. شو أخبارك؟ سلام على الزمان، من زمان الله يسلم. شو أخبارك؟ عساك الله يخليك. تسلم وتدوم الحبيب. حياك الله يا أخوي. يا لك بخلي الإذاعة دائما إن شاء الله. الله يعزك يا أخوي. الله يخليك. بناخذ من وقتك دقائق براشد بس. تفضل. تعرف تتكلم، ما يبغي كل الشكاوى، احنا نبغى نهني نحن. تفضلوا. بدايه طبعا اتقدم لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الاعلى حاكم اماره الشارقه، والى ولي عهد الامين سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، والى ام المعاقين سمو الشيخه جميله بنت محمد القاسمي على نجاح انطلاقه فعاليات مخيم الامل 25 اللي احتفلنا باليوم في قصر الثقافة بحضور ولي العهد، وكان لنا فخر طبعا ان احنا مشاركين من الدورات الاولى لهذا المخيم المميز، ومن خلال تواجدنا في أرمقة مدينة الشارقة الخدمات الإنسانية. فمن خلال منبرك ومن خلال صوتك العذب هذا نقدم اجمل التهاني لهذه المؤسسة العريقة التي ترعى ابنائنا من ذوي الإعاقة منذ عام 1979، وما زالت تحتفل وتحتضن جميع شرائح الإعاقة في الدولة وخارج الدولة. واليوم فخرنا وسعدنا طبعا بتكريم سيدي ولي العهد لعدد من قدامى هذا المخيم، ومن داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي ومن الوطن العربي، هؤلاء الذين أسسوا هذا المخيم المميز الذي يعود رعايته طبعا لمقام صاحب السمو حاكم الشاردة نصير المعاقين في الوطن العربي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا أم المعاقين على اهتمامهم بهذه الشريحة طيلة هذه السنوات. ومن خلال منبرك حبينا نقدم لهم الشكر على هذه الجهود، ونشكر كل الإخوان ونهني جميع الإخوان اللي حضروا إلى دولة الإمارات وإلى إمارة الثقافة إمارة الشارقة هذه العاصمة الإسلامية، وتم تكريمهم في صباح هذا اليوم في قصر الثقافة من قبل ولي العهد. الله يسلمك خليك يا سيدي. الله يطول الله يخليك. الله يطول عمرك. تسلم الشيخ. مشكور. الله يبارك فيك. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبو راشد، شلونك؟ الله يطول لي عمرك خليك. كان من زمان أبي أسمع صوتك، بس الحمد لله سمعته في ظرف أحسن من ماميش. الله يطول عمرك. بغيت أقول لك عن التذاكر، كنت مرة فزت في قناة عجمان في المسابقات على تذكرة لشخصين إلى ماليزيا، قلت أوكي حلوة. فلما رحت الطيران القطري كان، فلما رحت هناك اولا ما في شيء يثبت ان انت فزتي عندنا، قلت لما نعرف اي شيء اي شخص يفوز يجي قائمه باسماء الفائزين. فاتصلت في اداره عجمان قناه عجمان وسالتهم وقلت لهم، فكلموهم وقالوا لهم لا هذه فايزه عندنا. ثانيا
قالوا لي لازم تدفعين رسوم الضرائب المطار وما ادري ايش وذي، يعني تطلع علي قيمه تذكره كامله رسوم الشخص الواحد. نعم. فقلت لهم عيال كيف انا فايزه اذا انا بدفع عن كل شخص 900 او 1200 والتذكره كلها 1500 ماي 1300. فقلت لهم شو الفايده؟ قالوا هذه شروطنا وهذه اوكي حنخلوها عندكم، ولما انا اقرر موعد السفر بقول لكم. كان ايه اعطيتهم موعد السفر، قلت لهم التاريخ الفلاني، قالوا اوكي احنا بنسوي لك الحجز وبنتصل فيك، ومن يومها اذا انت كلمتني وما كلموني لا اتصلوا فيني ولا خبروني ولا قالوا لي سوينا لك حجز ولا تذكرتك ولا الغينا ولا بس ها طويلة العمر هاي بقول لك شغله. شوفي يعني انا ما بدي فعل على القناه، انا ما لوم عند ما لوم قناتكم، لا بس هاي الشروط دائما اللي تكون من بس لازم شوفي بس هني لازم يفهمونك بعد ياخذون الشروط. شوفي اقول كل الواحد اساسا انا ما اغش الناس زين. المفروض هني القناه عندنا بعد يفهمونك يقولوا لك تعالي انت بتربحين عندنا ولكن على حسب الشروط اللي واضعينها شركه الطيران. يا يقولوا لك شروط يا يقولوا لك في شروط اساس الواحد يعرف صح ولا اولا هاي الشروط ما قالوها. ثانيا ايه؟ انا ما لوم القناه يا ما كسبت منهم، يعني انا من اكثر الناس اللي يعني فرحوني قناة عجمان، ما أقول لك لا، بس أنا ألوم شركة الطيران اللي هم تعاملوا معاها، فاهم؟ مع احترامي لهم شركة طيران قطرية وأنا من نفس البلد، بس أنا شركة طريقة معاملتهم لك أنت كفائز كأنك تأخذ التذكرة منهم غصب. طب يوم أنتوا مبقد الهاي ليش تعلنون عن تذاكر هدايا للسفر على حسابكم لبلدان؟ لازم تحطون هالشروط وتقولونها او تحترمون الناس اللي انتم فوزتوهم. حتى التليفون اقول لك ما رفع، حطيت لهم كل العنوان وكل المعلومات، يعني ما رفع التليفون قالوا انت سامحينا ولا اسفين ولا لك التذكره ولا ما لك التذكره ابدا، من ساعه ما اخذ الورق ليومك وانا بعد طنشت قلت خلص مش مهم. بس حبيت اعلمك انه هاي الاشياء يعني ما ادري شلون ما بحلوه الحركه هاي من شركات الطيران. الله يزيد خير يا أختي. مشكور يا أبو راشد. الله يسلمك ويطول في عمرك. مع السلامة. يا هلا وسهلا. زين نتواصل بعد هذا الفاصل. وين يأتيكم برعاية زيت الشعر ضلي خابرينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. ياكم الغواص من دار غاص ويا بدانا بوسط محارة. مطعم ومطبخ الغواص من الإمارات أبحر لين تايلند. وصلت أخبار مع الهولو واليامان. ظهر غواص ويا بحارة. الغواص لتلبية جميع البوفيهات والحفلات الخارجية. www.غواص.com الفرع الرئيسي منطقة الزهراء في عجمان. للحجز والاستفسار يرجى الاتصال على 052-982-8424 فرع النعيمية عجمان، فرع أبوظبي منطقة الشهامة الجديدة 02-566-8821. مطعم ومطبخ الغواص فرع بانكوك وقريبا في إمارة رأس الخيمة. لحظة خليني أسمع الخبر. أعزائي المستمعين، معكم رانيا من برنامج أحلى خبرية. مثل ما عودناكم اليوم معنا أحلى خبرية. أزياء ريفا تعلن بدء التنزيلات بكل الأفرع الموجودة بالإمارات. صراحة أحلى خبرية سمعتها لليوم. أزياء ريفا كيف بقدر ساعدك؟ أختي صحيح أن أزياء ريفا بدت تنزيلاتها؟ نعم مدام. أنزين أختي وهل تنزيلاتها شامل جميع الأفرع؟ كل الأفرع مدام. الآن قومي بزيارة أي فرع من أفرع أزياء ريفا في الإمارات واحصلي على خصم حتى 50%. افتح الباب إلى عالم من الفخامة الفائقة. دلل أحاسيسك بتصميم الجلد الأوروبي الفاخر. أغمر أحاسيسك بالصوت المسرحي الرائع وانظر إلى العالم من حولك. لا هذا ليس منزل أحلامك، بل لينكن MKZ الجديدة الفخمة. امتلك الآن ابتداء من 120 ألف درهم مع تأمين وخدمة مجانيتين. لتجربة قيادة لينكن MKZ تفضل بزيارة الطاير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط. البيت وخلصناه
باقي الأثاث والسيارة. خلها علي، عطني 200 درهم وإن شاء الله الأثاث والسيارة، مو بسيارة، سيارتين بعد أنا بيبهم. ها كيف؟ ميجا مول. ميجا مول؟ غير حياتك وعد إلى بيتك بأكثر مما تتخيل. اربح جاكوار وافرش بيتك. في كل مرة تنفق فيها 200 درهم في أي من محلات ميجا مول سوف تحصل على قسيمة أهلك لدخول السحب على سيارتين جاكوار و100 ألف درهم مفروشات من 2XL. ميجا مول، حيث المتعة في التسوق. ولا كريدت كارت مالي اخر مره، اسفه والله اخر مره. لا يكون رحتي تو اكسل مره ثانيه. ما قدرت امسك عمري، عروضهم قويه. ما لومت. تو اكسل تقدم تشكيلات رائعه من الاثاث وباسعار غايه في الكرم. تفضل بزياره اي من معارضنا ابو ظبي مارينا مول، دبي اب تاون مردف، شارع الوصل ومركز الغرير، الشارقه بجانب ميجا مول، واستمتع بالعديد من العروض الترويجيه المذهله وتنزيلات تصل الى 70% مع تو اكسل، ما بتمل. للمعلومات 800 تو اكسل. لم يعد نمو الشعر سراً بعد الآن، فمع خليط الأعشاب النادرة من الهند وغابات الأمازون يأتيكم زيت الشعر فورست هيربز الذي يمنع تساقط الشعر ويقويه ليمنح شعرك لمعان طبيعي لا مثيل له بمكونات طبيعية 100%. فورست هيربز، جمالك من الطبيعة. ليش الماما مزاجها رايق؟ لأن التنزيلات الكبيرة ابتدت بهومز آر أس. لكن ليش البابا زعلان؟ لأنه حم يفكر بالماما وهي رايحة على هومز آر أس ومعها بطاقتها الكريدت كارد. سارعوا واستمتعوا بخصم 25% إلى 70% على كامل المجموعة في محلات مختارة من الرابعة والناس. يأتيكم برعاية زيت الشعر دالي خابرينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكرام، مشاهدين الكرام، من خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان. ويا هلا وسهلا فيكم. شو اللي قلت لي غالي؟ كارمل خلص وقتنا زين بحالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. عليكم السلام والرحمة. يا هلا وسهلا براشد. حبيت أكلمك في موضوع. تفضل أبوي. بس شو اسمه، يعني ما أعرف وين أبتدي من، يعني ابتدي من البداية. خلي والله بس ما اعرف من وين، من الاهل ولا من موضوعي انا ولا اتكلم عن الاهل، ما اعرف شو الموضوع. هو شو بس شوف ابو راشد، انا مواطن من راس الخيمه. والنعم فيك. انزين، وعمري 22 سنه، وشوف ما عندي شهاده. انزين، وبعد شو اسمه، يعني كنت اطلع بحر من 5 سنوات، يعني كملت 5 سنوات. انزين، و وش أقول لك؟ وش اسمه؟ إنزين، وش اسمه؟ يعني كل ما أصير أقدم على الدوام يقول وين شهادتك؟ وأنا ما عندي شهادة بصراحة. أنا ما يعني كيف الله يسامحهم الأهل، ما يعني ما حد يساعدني منهم ولا واقفين وياي وشي، وما أعرف يعني شو أسوي ووين أسير براشد. اسمعني براشد. اسمعك ابوي. الموضوع خالي شو الحين؟ الموضوع اني شوف، يعني قدمت على وظائف وهذا ومرتين اليوم الحين، يعني توني من شويه طالع من مصنع جلفار وبعدين مصنع السميت اللي في راس الخيمه. اها.
ما عندك شهادة خالي؟ هي ما عندي شهادة وأقول لك يعني ليش صرت البحر؟ لأني شوف ظروفي صعبة، ما حد يصرف علي وش اسمه، وأهلي ما يعطوني بيزات وما يصرفون وما يساعدوني مثلا أوتي. وأنا أقول لك كيف يعني مصروف يومي ما عندي، حق حلاقة ما عندي، ويعني بعد شو اسمه إنزين، وبعد نعم بس إنزين وش اسمه، وبصراحة مو بعرف يعني وين أسير وش أسوي، وبعد لو واحد غيري يعني ما يعني بتكون حالته بلا بيكون بتكون ضروره بتكون ملف أسود، بيكون ملف أسود عفوا. ليش خالي؟ يعني ما عندي شهادة وما عندي ما داوم وحالتي يعني صعبة شوية. والله خالي شو بقولك، الآن أنت إذا متعود وتدش البحر لا تنقطع عن البحر يا أبوي، تم كمل بالبحر لين تحصل لك شغل. لا بس أخوي يعني كيف الشغل الحين يبون شهادة. زي أقول لك طويل العمر الآن تدور، يمكن عندك ليسن سياقة؟ ليسن سياقة لا ولا موتر. ما عندك؟ خل الموتر الحين، ما عندك ليسن؟ لا ما عندي. كم عمرك؟ 22. بعدك صغير يا طويل العمر، بعدك ما شاء الله عليك يعني ما بشيبة، بعدك صغير صرت تعلم يا طويل العمر الآن، خذ لك ليسن يمكن فرصتك تكون في العمل تكون أحسن، تشتغل مندوب تشتغل شيء. أبو راشد يعني شوف ما عندي حد يعني يقف وياي يساعدني شوية وشي يوقف وياك في شو يعني، شو تبغي؟ أنا حاضر مستعد. وش اسمه يعني أنت شو تبغي؟ شو كيف يوقف وياك؟ أنا بوقف وياك حاضر. أبغى داوم. داوم ما بليد. إذا الحين أقول لك، ترى شو أقول لك، ليش ما تقدم على ليسن؟ ما تعرف السوق مول؟ ما تعلمت قبل؟ أعرف السوق بس ليسن ما عندي. ليش ما تقدم الحصول على ليسن؟ ويعني ما عندي بيزات. بيزات أنا أنا يعني أنا بعطيكم الليسن فالك طيب. تسلم راشد، بس شوف يعني أنا شوي يعني مو بعرف يعني كيف اشكي لك ظروفي بالضبط، لكن كيف اقول لك يعني انا متلاوز من صغري، ارقد فوق البيت. ترقد فوق البيت ليش؟ يعني الاهل يطردوني وهذا، وما حد ما حد يقف وياي. ليش ترقد فوق البيت؟ لان شوف يعني كان الاهل مو معترفين فيني، ويوم ادش البيت ادش متضايق. ما معترفين فيك شو قايل يعني؟ ما بولا دم. وبعد شو اسمه يعني الحمد لله انا ما يعني شو اسمه ما سويت ملفي ابيض وما سويت شيء في حياتي يعني، بس الشهاده هي اللي ملعوستني. زين احسن لك تحمل. يريد يكون صاحب سوابق. ليش؟ يعني الظروف اللي بتخليني الظروف اللي بتخلي الانسان يسوي شيء. ابو راشد الواحد يوم يغلط يقول الظروف، شو يخص الظروف؟ الواحد غلطان شو يخص؟ لا انا وياك صح. انا لا انت ما تدش تشتغل في البحر، تدش في لانش ولا في طراد؟ شوف براشد الحين انا بقول لك، انت تدش في لانش ولا في طراد؟ في لانش. بنشوف براشد كم يعطونك. يعطوني 200 في اليوم. يعطونك 200 في اليوم؟ انت تعرف انا كنت ما اطلع في بحر راس الخيمه، في بحر دبا، وبحر دبا صوب ساحل عمان انزين، و يعني نطلع يومين ثلاث واربع خمس ايام نوقف، والراتب مو بثابت وظروفي صعبه، وعندي بعد كنت مأجر غرفه هناك وايجار وكهرباء انزين، وبعد مصروف يومي اكل وشرب وهالسوالف، يعني ما يتم لي شيء غير يمكن 2000 2500 ابو راشد. ليه تلملك في الشهر 2000 زينات اذا ما عندك شغل خالي؟ انتوا ما عليك التزامات الحمد لله رب العالمين. براشد البحر ما في مستقبل براشد، يعني انا حين عمري 22 لا كونت نفسي، ما
ما تزوجت وغير الحين انت قبل دور لك شغل خالي خلي الزواج الحين بارك الله فيك يا ابو راشد بتكله هو اللي بتتزوجها بعيونك عيال يبون فلوس اصبر خالي لا تستعجل على الزواج ما مشكله ما مشكله بس انا ما عندي وظيفه عشان اكون زين ما عندك وظيفه خالي لازم تدور وظيفه انت وين قدمت قلت لي اخر مره انا قدمت في مصنع دلفار شو قالوا لي قالوا لي اول شو اسمه يجيب شهاده انزين ترى اقول لك الحين بدون شهاده ما لابس بي وبعد شو اسمه في مصنع السميد كذلك بعد يبون شهاده بعد مصنع السميد يبون شهاده الحين ماشي يلا بسمعك الحين لو لا لا يوم ما يبون يشغلونك بعد ترى يتعلثون يقولون لك هات شهاده اي بس تقول لهم ما عندي شهاده قالوا لك هات شهاده واذا سيلم ثانويه قالوا لك نبى جامعه واذا صرت الجامعه قالوا موظفك على الثانوي عشان تقول ما كلامك صح براك واذا قلت لهم يوظفوني على الثانوي وانا عندي جامعه قالوا لك انزين اصبر لين هنا شاغر ما تروم لهم خالي ثالث اعدادي عندك والله انا اقول لك مو المبدارس مو المبدارس هي مو المبدارس مو المبدارس ما يبونك خالي تم على البحر بس ابو راشد البحر يعني قلت لك انا ما في مستقبل ويعني شوف انا هاي انا اوكي انا غلطت يوم صغير ما كنت ادرس واسوي مشاكل المدرسه والضارب ويا المعلمين بس هاي يعني شوف انا ما كنت اعرف يعني كلمه مصلحتك شو انزين بس يوم كبرت عمري 14 15 يصير المدرسه اقول لهم ما بدرس قلت لو تعرف تقرا وتكتب او انه بندخلك صف خامس تمتحن وتكمل قلت لهم ما اعرف اقرا واكتب انا ما بتكذب زين بكون صريح وياكم وثاني شيء يقول تعال كل سنه بنشوف لك صف اول اذا شيء بنخليك تدرس ليش لا والله خالي بقول لك شلون اشوف انا برايي انك تتم على البحر ما في مستقبل شو تسوي لا حول ولا قوه بس براشد يعني شوف انا متصل لاني انا معتمد على الله ثم عليك يعني عيني وراسي ولكن طويل العمر الان انت ما في شيء يدعمك خالي شيء بدون شهاده ما حد بيشغلك لا شهاده ولا خبره ما حد بيشغلك فالمجال الوحيد اللي انت تعرف البحر تم على البحر هاي نصيحتي لك زين اذا حد طلع بيشغلك فالك طيب حاضر انا اقول لك الان سر وشو ما يشتي ما ليسن انا بعطيك ما المصاريف ما ليسن زين بس انزين ابو راشد بس مثل ما قلت لك يعني انا ابا حل طويل العمر الحل الان خذ ليسان انا بعطيك مصاريف الليسان زين يمكن يوم يكون عندك ليسان يمكن توفر لك شغله ان يشغلونك سائق يشغلونك شيء بس انا يعني حتى مندوب ما يقدرون يشغلونك لانك ما تعرف تقرا وتكتب المندوب يبغى قرايه وكتابه يبغي يعرف شو الاوراق اللي شالنن وين ما يشتي حتى المندوب لازم يكون دارس راشد يعني اللي ما عنده اوكي اللي ما عنده شهاده اذا ما عندك شهاده ترى اقول لك ما عندك شهاده تم على البحر البحر ابو راشد ما في مستقبل زين معلش انا شو اقول لك الان طويل العمر لحظه خالي اطلع الليسن بنحاول لك عقب منه ولا منه يشتغلونك في المواصلات سايق شيء ما بيقصروا بس لازم يكون عندك ليسن عشان يشغلونك سايق بدون ليسن ما بيشغلونك زين ولا الو لو مره ثانيه خلص الوقت المهم ما ليش نقول بندفع المواج ما بيشغلونه خالي ما بيشغلونه اذا ما عندك شهاده ما يشغلونك الحين حتى لو بالسوق بس ما بيشغلونك ما عندك شهاده ما يشغلونك خالي حتى ناطور الحين اذا ما عندك شهاده ناطور ما يشغلونك ايه ليه لا الحين لازم الحين لو بيشغل ناطور بيقول لك هالشيء على الاقل يجيب واحد يقرا يكتب يعرف شيء حتى ناطور يبقى انجليزي الحين والله العظيم الحين حتى الناطور يبقى انجليزي حد يراجع الشركه ولا شيء ويوم في الليل حتى في الشرطه انا ما بدي اذا ما تعرف تقرا وتكتب لا بيشغلونك لا في الشرطه ولا في جيش ولا حتى الجيش الان كل التكنولوجيا ها قبل الجيش يستوعب الجيش للناس اللي ما مدارسين ها يستوعبهم الجيش الحين الجيش اصبح كله تقنيه اذا ما في عندك شهاده ما بيشغلوك في الجيش سيدي من تي تقول لهم ما عندي شهاده خطر ما يسجنونك في الجيش الحين ايه كله كمبيوتر الحين ما في امس يوم حضرنا التخريج هذا مال يوم التخريج العرض يوم اليوم الوطني للامارات اقول لك شيء اشياء للاليات اللي موجوده ما جيش غريب وعجيبه كاميرات فيها وكمبيوترات والدنيا يوم تشوفها لابس بتقول غرفه عمليات السياره هذه يوم يطلعونها في الشاشه تقول غرفه عمليات وين يحطون واحد امي داخل بيدمر الامه ايه بيضرب الصدق والله فما يستوي خالي الامور خلاص ما عاد مثل قبل انك انت في اي مكان بيشغلونك الحين اي مكان تشتغله فما دام عندك خبره في البحر سر البحر طلع ليسن المواصلات يمكن ها
حلو عسى بعد حتى المواصلات يقوم بشير أهم شيء يقول لك بعد إذا بيطرش لك إذا الحين تبي تطرشون عندك أوراق بعد لازم تعرف تقرأ وتكتب ما مثل قبل حطوا لك الأوراق في بكشة وقالوا لك ودنا الحين حتى ما شيء الأوراق في بكشة ومراسل ما شيء اتصلوا في الدي إتش إل خالي وياك الجني على الدراجة خلال دقيقتين وصلهم أبو ظبي وخلصت القصة كلها ما في عاد مثل أول سرود رسالة ود هذا انتهت الأمور هذه اللهم لك الحمد والشكر زين شوف عن ما ليسن وخلى الله بسم تعلم لي الله بسم الله السيارة في البحر صدق ياخذ الجهاز الحين الطياره تقدر تسوقه في البيت انت في التلفزيون نتواصل معكم مستمعينا الكرام يوم غد ان شاء الله لذلك الحين تقبلوا تحيا جميع الاخوه العاملين براديو التلفزيون الامارات العربيه المتحده من عجمان دمتم بخير وصحه وسلام وعافيه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.